إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الأحباب، أسعد بلقائكم اليوم داعيا ربي جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته. نلتقي اليوم لنكمل هذا البحث المبارك حول هذا رسول الله يا محب. نتكلم في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله حول عفو النبي صلى الله عليه وسلم. العفو صفة يحبها الله عز وجل، ويتصف بها أهل الحق دائما، صفة يتصف بها صفوة الخلق من الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله عز وجل. وربنا جل وعلا سمى نفسه بالعفو، قال: إن الله لعفو غفور. وقال ربنا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أيها الأحبة في الله، إن العفو صفة حميدة يحبها الله ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما نتكلم عن العفو لا نجد مثلا عليا أفضل من رسول الله. ولكن قبل أن نتكلم عن عفو النبي، نأخذ نبيا من أنبياء الله عز وجل ضرب أروع المثل في العفو. إنه نبي الله يوسف عليه السلام. يوسف أحبه أبوه حبا شديدا، لكن من حقد إخوته عليه أرادوا أن يتخلصوا منه. يوسف يتعرض لمحن عظيمة ويحرم من علم أبيه كنبي، لأن يعقوب كان من أنبياء الله، ثم يحرم من علم أبيه، ثم يلقى في البئر معرضا للموت في غيابة الجب، ثم يخرج من البئر ويباع ويشترى في الأسواق كالعبيد، ثم يخرج بعد بيعه ليكون خادما في بيت العزيز، ثم بعد ذلك يعرض للنساء وللفاحشة التي برئ منها بفضل الله عز وجل، ثم بعد ذلك يسجن سجنا سبحان ربي العظيم، وصفه ربنا فقال: فلبث في السجن بضع سنين، والبضع من الثلاث إلى التسع، مكث في السجن بضع سنين، فكانت طفولته محنة وكان شبابه محنة، حتى أعز الله عز وجل يوسف عليه السلام بأن كافاه على هذه المحن بمنح عظيمة، جعله على خزائن الأرض، جعله عزيز مصر. لما مكن الله عز وجل ليوسف في الأرض، ماذا فعل يوسف؟ حينما يلقى هذا الألم الرهيب طوال حياته، ثم يجد من فعل به أمامه، ماذا يصنع؟ ماذا قال؟ هم قالوا له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال لهم يوسف؟ طبيعي أن يقولوا له ذلك بعد ما فعلوا به، لكن الأمر أعظم حينما يتكلم يوسف عليه السلام، يقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأعظم من ذلك حينما يثني يوسف على ربه الثناء الجميل، يقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لو أن أحد الناس مكان يوسف لقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، لأن خطر البئر أعظم، خطر البئر أعظم. البئر الهلاك محقق فيه لا محالة. العبد في البئر خاصة وهو كان طفلا صغيرا ليس معه أحد، في ظلمة هذا البئر لا طعام ولا شراب ولا أنيس ولا جليس، الموت كائن لا محالة. أما السجن فإن فيه رجل يجلس بجوارك يكلمه، وفيه الطعام
وفيه الشراب، وعندك أمل أن تخرج يوما ما، السن فيه حياة تحيا به أو تحيا فيه، لكن البئر الموت محقق فيه لا محالة. فكان من الطبيعي أن يقول يوسف وقد أحسن بي إذا خرجني من البئر، وألا يقول وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن. لماذا قال يوسف ذلك؟ يوسف كان يراعي مشاعر إخوته، ما أراد أن يجرح مشاعرهم في هذا اليوم الجميل، ما أراد أن يعنفهم أو ينهرهم أو يفكرهم ويذكرهم بالذي مضى منهم وما فعلوه فيه. قال في البداية لا تسريب عليكم اليوم، ثم قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، مراعاة لمشاعرهم. هذا يوسف عليه السلام. إذا تكلمنا بعد ذلك لابد أن نتكلم عن النبي محمد، فالنبي ضرب أروع المثل صلى الله عليه وسلم في العفو. النبي يظهر عفوه صلى الله عليه وسلم حينما عاد من المدينة. النبي كما نعلم أخرج من مكة بعد أن أوذي وعودي عداء شديدا، وأخرج النبي لم يخرج لكنه أخرج، وكانت أحب الأرض إليه، قال لولا أن قومي خرجوني منك ما خرج، والله إنك لأحب الأرض إلي. خرج النبي على أمل أن يعود. لما خرج النبي خرج حتى ترك زوجته وترك كل شيء على أمل أن يعود. النبي خرج ليعود، ما خرج ليمكث في المدينة طوال حياته. خرج النبي إلى المدينة وأسس دولة إسلامية بفضل الله عز وجل في زمن وجيز بالنسبة لإقامة الدول على مدى العصور. أسس الدولة وعاد النبي عزيزا فاتحا لمكة ومعه 10,000 مقاتل، سيوفهم على رؤوسهم، تربوا في مدرسة النبي على الخلق وعلى السمع والطاعة وعلى التضحية من أجل هذا الدين، ولا حب النبي أكثر من حبهم لأنفسهم وأهليهم، تربوا على حب الله وحب جنة الله عز وجل. عاد النبي فاتحا لمكة. لما دخل مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. كسر النبي الأصنام، وقيل أنه أشار إلى الأصنام فكسرت بفضل الله عز وجل وتهدمت. جاء الحق، جاء الإسلام، وزهق الشرك والباطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ جاء بقوته وعزته. قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي ما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو الحبيب، بعد أن مكن الله له في مكة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو الحبيب يا محب. الحبيب محمد يظهر عفوه حينما يعتدي عليه بعض الناس بالإيذاء، يظهر عفو النبي حينما يكيد له الأعداء، يظهر عفوه صلى الله عليه وسلم. النبي يهدى إليه شاة، امرأة تدعى زينب بنت الحارث، امرأة يهودي أهدت هدية للنبي، ذبحت شاة وجهزتها وأرسلتها مشوية إلى رسول الله. وكان النبي يحب زراع الشاة، لكنها وضعت السم للنبي محمد لقتل رسول الله. النبي قبل الهدية وبدأ يأكل، وبعض أصحاب النبي يأكلون. النبي وضع قطعة منها في فمه ومس سمها ريق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لم يبتلع هذا الطعام، لم يأكل من هذا الطعام. فإذا بالملك سبحانه وتعالى ينطق هذه الشاة الذي أمره بين الكاف والنون، ومعجزة عظيمة للنبي محمد، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله إن نطق الشاة المسمومة بين يدي رسول الله لمعجزة أعظم من إحياء الموتى بالنسبة لعيسى عليه السلام. الشاة تتكلم بين يديه وتقول إني مسمومة يا رسول الله، فيرفع النبي يده ويقول لأصحابه ارفعوا أيديكم كفوا عن الطعام. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى هذه المرأة، ماذا حملك على فعل ذلك؟
قالت إن كنت نبيا فلن تضرك، وإن كنت كاذبا استرحنا منك. فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي قال بعض أهل العلم أن النبي تأثر بهذا السم. النبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله عز وجل من الموت ومن القتل حتى ينهي المهمة التي من أجلها جاء النبي محمد، والله يعصمك من الناس. وإن تألم النبي ألما بسبب هذا السم، لكن النبي عاش صلى الله عليه وسلم عيشة كريمة حتى بلغ مراد ربه إلى الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن هذه المرأة لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. رجل أكل من هذه الشاة وهو البراء ابن معرور، هذا الرجل أكل ومات بعد أيام من الأكل من الشاة، بعد اقتص النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة وأمر بالقصاص منها من أجل البراء الذي مات من أجل السم. لكن في البداية عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. اليهودي، رجل يسمى لبيد بن الأعصم اليهودي، حقيقة هذا الرجل لم يكن يهوديا، لكن كان يهوديا بالولاء، كان له ولاء عظيم لليهود، يعطونه الأموال والدنانير والدراهم والذهب، وأرادوا أن يتخلصوا من رسول الله ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. أرادوا قتل النبي بثلاثة دنانير أعطوها حتى يحدث سحرا للنبي، إما أن يجن النبي أو يموت النبي، لكن الله يعصم حبيبه صلى الله عليه وسلم من هذا كله. النبي يسحر، النبي صلى الله عليه وسلم شعر بتغير في حياته، بدأ جسد النبي يذوب ويضعف ويقل لعدم إقبال النبي على الطعام، ضعفت شهوة النبي للطعام، وبدأ النبي يخيل أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، الأمر خان خاصا بفضل الله عز وجل، لا بعقل النبي ولا بحياة النبي، وإنما كان خاصا بالفراش فقط. الله عز وجل جعل هذا السحر في الفراش فقط حتى يمارس حياته الطبيعية، يلتقي النبي بالوفود ويرسل الرسائل ويجلس مع الناس ويعلم الناس الدين ويقود النبي المعارك والغزوات، لم يتغير النبي أبدا غير الفراش، وبدأ النبي يضعف جسده قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع عائشة، وبدأ يدعو النبي ربه أن يذهب عنه هذا الأمر، لأن النبي تبين أن المرض ليس مرض عادي ولكن يختلف عن كل الأمراض، فدعا ربه جل وعلا أن يذهب عنه هذا المرض، فاستجاب الله لدعاء النبي. أرسل الله جبريل وميكائيل إلى النبي، فقال ميكائيل لجبريل: ما بالرجل؟ قال: مطبوب. والعرب قديما كانوا يتكلمون ويقولون عن المريض مطبوب، يتفاءلون. قال: ما بالرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، سحره في مشط أو ومشاطة. المشط أو المشط هو الذي يرجل به الإنسان شعره، يسرح به شعره. أما المشاطة فما خرج من رأس رسول الله ولحيته من الشعر يقال له مشاطة. وفي جف طلع نخل ذكر، أخذ هذا اليهودي من النخل من ظاهرها قشرة، وبدأ يأخذ شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ويعقد 11 عقدة أو 11 عقدة، ينفث في كل واحدة بكلام من كلام السحر وكلام الشياطين، ثم ألقاها، ربطها في حجر وألقاها في البئر، فبدأ النبي يشعر بالسحر. جبريل قال: ما بالرجل؟ قال: مسحور، مطبوب، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. وأخبر الأمين جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سحره لبيد، وأن السحر يوجد في البئر، ودله على البئر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل نشيطا، عافاه الله من السحر وعاد نشيطا بفضل الله وكرمه، وذهب مع الصحابة ليخرج هذا السحر، وأراد أن يحرقه أو أشار البعض عليه أن يحرقه، فالنبي لم يرضى أن يؤذى الناس بهذه الرائحة، ولكن دفنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من السحر، وعفى النبي عن لبيد. هذا هو الأعظم، يعفو النبي عن لبيد الذي سحره
قيل أنه استمر السحر مع رسول الله 6 أشهر ومع ذلك عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحبيب محمد يضرب لنا أروع المثل في العفو. النبي جاء في غزوة من الغزوات مع أصحابه، وإذا بالنبي ينام تحت شجرة، ونام أصحاب النبي بعد حرارة الشمس والغزوة ناموا جميعا تحت الشجر. علق النبي سيفه على غصن من الشجرة، فجاء رجل يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدها فرصة جميلة، أخذ السيف من على غصن الشجرة ووضعه على النبي وقال: يا محمد، من يمنعني منك الآن؟ يريد قتل النبي. فنظر النبي إلى هذا الرجل الذي لا يعرف له ربا ولا يعلم أن الملك كله بيد الله عز وجل، أمره بين كاف والنون. فنظر النبي إليه بثقة في الله عز وجل وقال: يمنعني منك الله. نظر النبي إليه، النبي ينام على ظهره والرجل يضع السيف على النبي وهو قائم، يقول: من يمنعني منك؟ فيقول النبي: يمنعني منك الله. فإذا بالرجل يهتز بقدرة الله سبحانه وتعالى ويقع السيف من يده، فيأخذه النبي ويضعه على عنقه ويقول: من يمنعني منك الآن؟ فيقول: العفو يا محمد. فعفى عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودعاه النبي إلى الإسلام، قال: أسلم، أدخل الإسلام. فقال: لن أدخل، ولكن لك علي يا رسول الله ألا أقف مع أحد ضدك أقاتلك يا رسول الله. تركه النبي وعفى عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحبيب المحبوب ذات يوم يجلس مع أصحابي، انظر إلى عفو النبي وروعة النبي وحلم النبي وشفقة النبي وعن أخلاق النبي حدث. النبي يجلس يوم مع أصحابه، فيأتي عربي فيمسك بتلابيب النبي، والنبي يلبس ثيابا من صوف خشن يترك أثرا. هذا الفعل الذي فعله الرجل وأخذ بتلابيب النبي ترك أثرا في عنق النبي: يا محمد، أعطني من المال الذي عندك، المال الذي عندك ليس مال أبيك وأمك. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه له بالعطاء. عفو النبي حتى ما عداه. رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عاد النبي عداء شديدا في المدينة كما كان يعاديه أهل مكة، وهذه سنة الله في خلقه. إذا كان رجل على الحق لابد أن يكون هناك طرف آخر على الباطل، الحق والخير والشر إلى قيام الساعة، لكن أيهما يغلب؟ يغلب الحق إن وجد له رجالا. أحبتي في الله، النبي ضرب أروع المثل في العفو حتى ما عداه. في المدينة رجل كان رأس النفاق، وربنا عز وجل فضح أمره للنبي. عبد الله بن أبي تكلم في النبي كثيرا، مع أنه أعلن إسلامه علانية لرسول الله، وكان يصلي خلف رسول الله في الصف الأول، لكن النبي بعد أن أشار بعض أصحاب النبي أن يقتل ما أراد النبي قتله، لأن الأمر كان في بادي عهده، الإسلام ما زال في بدايته في المدينة، كيف يتكلم الناس إذا قتل عبد الله بن أبي؟ قال النبي: أيقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ هذا أمر سيء، يقولون محمدا يقتل أصحابه. إن بعض الناس إذا أراد أن يدخل في دين محمد يتردد وقد لا يدخل. قال: إذا أخطأت قد يقتلني محمد. يكون أمرا عظيما، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله قال في النبي مقولات كثيرة، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. فسمعها بعض أصحاب النبي وجاء إلى رسول الله: يا رسول الله، لقد قال ابن سلول كذا وكذا. فأرسل إليه النبي، قال: أنت قلت لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل؟ قال: والله ما قلت. وبدأ يحلف ويشدد في الأيمان، فذهب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وترك النبي، فأنزل الله قرآنا يفضحه، وعلم النبي أنه يكذب. عبد الله قال في النبي: سمن كلبك يأكلك. عبد الله قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله. قال كلاما كثيرا في رسول الله، وربنا يفضح أمره للنبي صلى الله عليه وسلم.
لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل، يقصد أنه الأعز والنبي هو الأزل والعياذ بالله، ولا يعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لما علم ولده عبد الله وقد أسلم مع رسول الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، علم ما قال أبوه ولم يأذن له في الدخول، لم يأذن له في الدخول، قال والله يا أبي لن تستظل بظلها حتى يأذن لك رسول الله، لن تدخل المدينة ولن تظل، لن تستظل بظلها إلا أن يأذن لك رسول الله. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فجاء بعض أصحاب النبي، عمر أراد قتله وبعض الصحابة أراد قتله، فجاء عبد الله وقال يا رسول الله إن كنت قاتل أبي لا محالة فمرني بقتله يا رسول الله. ماذا قال له الحبيب؟ قال بل أحسن إلي وأحسن صحبته. الله أكبر، أرفق به وأحسن صحبته. يقول النبي للولد أن يعامل الكافر الذي عاد النبي هذه المعاملة، أحسن صحبته، هذا هو رسول الله. يقول الولد ذلك، هذا هو الحبيب، هذا هو العفو صلى الله عليه وسلم، إنه ربي أرحم الناس وأرأف الناس وأفضل الناس وأحسن الناس صلى الله عليه وسلم. نرى أعجب من ذلك، يموت عبد الله بن أبي بن سلول وإذا بعبد الله يأتي يقول يا رسول الله، ولده يقول للنبي أريد بردتك يا رسول الله، يريد عباءة النبي، ثياب النبي ليكفن فيه أباه، رأس النفاق. وربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، بيّن أنهم في الدرك الأسفل من النار. مع ذلك يأتي الولد عطفا على أبيه ظانا أن ثياب النبي إن كفن فيه سيرحمه الله عز وجل في قبره، أو أنه يشفع له أو يخفف عنه العذاب. ماذا فعل الحبيب؟ لو أن بعض الناس طلب منه هذا الطلب ما أعطاه ثوبه، لكن الحبيب مع علمي أنه رأس النفاق وماذا قال ربنا فيه، إلا أن النبي برحمته وحلمه وعطفه وشفقته وعفوه ما رضي النبي أن يغضب عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخزله، وما أراد النبي أن يؤثر فيه بأنه يؤذيه في مشاعره، لكن أعطاه الحبيب محمد بردته رداءه ليكفن فيه. وبالفعل لما غسله ولده عبد الله كفنه في ثوب رسول الله. تخيل، تخيل أيها الأخ الكريم، رأس النفاق يكفن في ثوب رسول الله. بل هناك أعجب من ذلك، وقف الحبيب محمد ليصلي على رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وصلى عليه النبي. فقال عمر يا رسول الله تصلي عليه، حتى قال بعض الرواة أن عمر شد النبي من ثيابه وقال يا رسول الله تصلي على ابن سلول، حتى قال بعض الرواة أن عمر وقف أمام وجه رسول الله، تذكر يا رسول الله هذا ابن سلول هذا المنافق، غضب وأزاح عمر من جانبه وقال دعني يا عمر، خلي عني يا عمر، وأبعد عنه عمر. وبدأ النبي يصلي على ابن سلول، الله أكبر، هذا رسول الله يا محب. وبدأ النبي يستغفر له، فإذا بالقرآن ينزل من السماء، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لقد خيرت بين الاستغفار وعدم الاستغفار، استغفر أو لا تستغفر، فأنا أستغفر. هكذا يقول النبي، أنا أستغفر له. يقول لو أعلم أن بعد 70 سيقبل الله عز وجل مني لاستغفرت له، أي استغفر له أكثر من 70 مرة. هذا هو الحبيب يا محب. أيها الأحبة في الله، هذا هو عفو النبي، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو الحبيب يا محب. لابد أن نتخلق بأخلاق رسول الله، ولابد أن نتبع هدي رسول الله. إذا كنا بحق نريد شفاعة النبي فلابد أن نتبع هدي النبي. قال النبي محمد كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟
قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أسأل ربي جل وعلا ألا يحرمنا شفاعة النبي محمد، كما أسأله أن نرد حوض النبي فنشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احشرنا مع النبي محمد وارزقنا الجنة دون سابقة عذاب.